المتهمين. مو هالشكل، مو جوقة، دقيقة بابا. وبالاسماء واحد واحد، تفضل الأستاذ خليل. أول واحد تفضل. عليكم السلام. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ منيب. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أستاذ داويد. بالنسبة للأستاذ حضرتك، هاي أول مرة أنت تجي مو؟ الأستاذ الأستاذ. لا أستاذ جاي. اسم حضرتك؟ أحمد الصديق. أحمد الصديق، تفضل. تفضل أستاذ. دخلوا هذا رامز كلارك جاي، يلا دخلوا. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام. كاملين وكلاء الدفاع؟ السياق المقرر بالنسبة للمحكمة إحضار المتهمين واحدا تلو الآخر، واحد واحد. صيحوا المتهم. دقيقة دقيقة، خلي صيحة بعدين. صيحوا المتهم محمد عزاوي علي. المتهم محمد عزاوي علي. خلي يقعد، خلي يقعد لي قدام وين ما يريد يقعد. استريح، استريح استريح مكانك. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الشعب العراقي أفتتح الجلسة 41 من جلسات المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بقضية الدجيل. وكيل من هو وكيل المتهم؟ أنت من مكتب الدفاع؟ شنو هالطلبات أستاذ خليل؟ أستاذ استلام مرافعات موجود المضمون ماله. بس اسمح يعني احنا بوقته بموجب القانون انتم خلال 15 يوم مفروض تسلمون يعني مطالعات الدفاع النهائية الى السيد المدعي العام، الى مكتب السيد المدعي العام. مع هذا احنا غضينا النظر، انتظرنا على أساس تجون مباشرة أو عن طريقهم، وجلسة تأجلت وراها هسه جلسة جاية. يعني أنتوا حقيقة واحد ما أعرف شو أقولكم، بالتقصير تقدمون هالمطالعات هاي كلها ترى مخالفة للقانون، مخالفة لقواعد الأصول المحاكمات. أنتوا محامين ومتمرسين عارفين يعني المحكمة إلى ما لا نهاية ما تستلم مطالعات دفاع. دقيقة دقيقة، احنا بوقتها استلمنا مجموعة من مطالعات الدفاع عن المتهم صدام حسين باسمكم مجموعة كاملة، والمطالعات كانت تحت نظر المحكمة. بعدها وراء التأجيل الأول، بعد ما ضيف فترة التأجيل الثاني، راح تجون تقدمون يعني مطالعات. هاي ترى لا واردة لا قانونا
لا عرفا لا قضاء ولا ولا انتم شلون يعني تحسبون يعني. نعم عندك راي؟ لا سمحت لي. احنا حسب الاتفاق ويا حضرتكم والهيئه الموقره اوفدنا احد الزملاء للمنطقه الخضراء واجتمع بالاستاذ باسل عبد اللطيف والسيد المدعي العام، فاستلموا المرافعات، استلموا قسم من عندها مرافعتي ومرافعه موكلي، البقيه عادوهن. اكو كان بهن اجراء استكمال اجراء، كملناه ثاني يوم رجعنا الموفد، بقى 14 يوم بالمنطقه الخضراء على اساس الاتفاق الهيئه الموقره تستلمها، فلحد الان ما استلمنا، هي نفس المرافعات يعني مو جزء، جزء اول جزء ثاني، فاحنا كلها جايبينها ويانا بعد، وبقت عند احد المترجمين لحد البارحه استلمتها اني. اللي انت تقوله انه مقدميها هاي المطالعات اول شيء ما مستوفيه للشكل القانوني ولا الناحيه العمليه. نعم. لسبب قانوني بسيط. نعم. ما موقعات. نعم. مقدمين إلا مطالعات ما موقعات، مثل تعبير البغدادي يقول بقواني مقدمين مطالعات إلنا بس كلها ما موقعة، معناته إذا سمحت الأستاذ حسب الاتفاق ويا الهيئة الموقرة اللي تمثل هيئتكم ثاني يوم لازم بعد يوم نرجعها، احنا ثاني يوم على الموعد كملناها ورجعناها. شوف يا أستاذ احنا يعني رغم عدم قانونية وعدم إجرائية تقديم هاي المطالعات في وقتها وكونها متأخرة وكونها مو حسب المواعيد المحددة قانونا إلكم، مع هذا كانت محل وتدقيق نظر المحكمة، لأن احنا في كل الأحوال نريد تحقيق العدالة، عسى أن تساعد هذه المطالعات في تحقيق جزء من هذه العدالة المرجوة من قبل المحكمة. بارك الله بك. استاذ ما عندنا هيك نسخ موقعه تستلمها المحكمه يعني. نعم نسخ كامله كامله وتستلمها يعني نسخ كامله موقعه هاي موجوده تصويبا للاجراءات سيدي تصويبا للاجراءات يعني كامله مكتسب الشكل القانوني اخذ منه خلي استاذ إذا هذا الموضوع انتهينا منه يا أستاذ أنا اللي سلمت المرافعات وإذا تسمح لي دقيقتين أخي أنت فعلا أنت يعني كل مرة تروح تجيب مجموعة مطالعات وتقدمها أنت مقدم مطالعات وموقعات أخذتهم ورجعت هم جبت مطالعات أخرى يعني إحنا ما لا نهاية يعني إذا تسمح هذا لا يعني إذا تسمح لي يوم 14 حضور رئيس هيئة الادعاء العام سلمناها بموجب محضر كل المرافعات ما عدا اكو كم مرافعه كانت غير مستوفيه الشروط الشكليه ما موقعات استاذ ما موقعات ما موقعات صار اتفاق انه قبل يوم 16 يحضرون كل المحامين يومين يوقعوهم على هذا الاساس تلقوا كل المحامين الحضور استاذ صار تاجيل بها استاذ خطا يعني ولو حتى صار خطا بسيط بس هو تاجل الموعد استاذ انتم تعرفون رغم التاخير رغم عدم يعني قانونية تقديم هذه المطالعات لعدم تقديمها في وقتها مع هذا كانت محل النظر وإحنا شفناها اللي ما موقعة إحنا ما نعتبرها مطالعة لأن ما يعني باسم مقدم منو صاحب التوقيع اللي موقعة كونوا متأكدين كانت محل التقدير والنظر نعم على كل حال إحنا هسه انتهينا منه واحنا استاذ يعني نرجو من هيئه المحكمه انه بتلاوتها يعني لانه انت وعدت امام استريح استاذ استريح استريح استاذ اخر من نفسه بدل ما يسخر من الشعب العراقي ومن العداله في صدر المطالعه بالله المحكمه العراقيه الخاصه سخريه بالعداله هو رجل محل سخريه وطلعوا من القاعة طلعوا من القاعة طلعوا من القاعة أوت أوت و أنطوا إلى السهم السيء إلى صدر صاحبه السهم أوت انطوا هذا انطوا طلعوا برا
مطلوب تحريك شرطية. أنتوا هذا جاي من أمريكا ودي يسخر بالشعب العراقي ودي يسخر بالمحكمة. أنتوا أساتذة، أنتوا بالنسبة لكم يعني رجاء أنتوا شلون تقبلون هذه؟ أنتوا شلون تقبلون؟ لا أستاذ ما ما ماكو مجال. هو ليس توضيحا إذا تسمح. لا ما ما ماكو توضيح. انتهينا. من هو وكيل وكلاء محمد عزاوي علي؟ كون المحكمة في الجلسة السابقة أخذت آخر الأقوال المتهمين وهي حاضرة ومستعدة بعد التدقيقات للنطق بالحكم. قوم يا أخي. رح نبدي بقراءة الحكم في تاريخ هذا اليوم. بالنسبة للمتهم محمد عزاوي علي، لعدم كفاية الأدلة ضد المتهم محمد عزاوي علي، قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة له والإفراج عنه استنادا إلى المادة 182 ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قرارا حضوريا وبالاتفاق وأفهم بتاريخ اليوم علنا بتاريخ اليوم 5/11/2006. من هو الوكيل ماله؟ انتهيت. الله يعافيك. يا هلا. من المتهم الآخر؟ جيبوا المتهمين يا باء. عبد الله كاظم رويد. عبد الله كاظم رويد خليه يجي. المتهم عبد الله كاظم رويد. عليكم السلام. أهلا يا عليكم السلام يا الله. صيحوا المتهم الآخر علي دايح علي. عليكم السلام. وصيحوا مزهر عبد الله كاظم رويد. المتهم مزهر عبد الله كاظم. عليكم السلام. حاضرين وكلاءهم منه وكيل من؟ علي دايح. وكيل مصر. من هو وكيل مصر؟ هذا
يصيح من مكتب الدفاع محامي نسيان. وينهم يا ابا؟ ليش طلعوا هم يعني جو دخله وقعده وليش طلعوا يعني؟ شو دعوه يعني؟ استاذ نحن وكلاء اثنين المنتدبين عن محمد عزاوي علي. اي فعندما جنابكم تليتوا الحكم فاذا تلنا بان ننصرف. هذا نعم. نعم سيدي الفاضل جنابك تليت الحكم على ما يخالف احنا تلينا الحكم على محمد عزاوي علي. نعم. انت وكيل الثاني المفروض بيك تحكم سيدي الفاضل انا منتدب عن عبد الله عزاوي علي وكذلك زميلي نحن اثنين منتدبين عن محمد عزاوي علي وبالنسبه لهم بالنسبه لي الاخرين المحامي اللي كان وكيلهم الاصلي انسحب ما حضر اليوم. اي ما حضر عندهم يعني وكلاء من مكتب الدفاع. سيدي الفاضل الكراسي كانت ما تكفي، الكراسي الموجوده بالمحكمه ما تكفي. يا استاذ الله يخليك المشكله هي مشكله كراسي لهم مو عدم الالتزام او عدم النظام بال يعني الكراسي مو مشكله. سيدي احنا هم الجيل عادة المحامي من يعني وقت النطق بالحكم يكون يعني واقف سيدي الفاضل قضاء الواقف يعني الاسم اسم قضاء الواقف جنابكم نظمتوا الدخول للقاعة والعدد ايضا يعني اللي يدخل للقاعة تحت اوامركم فاللي حصل ممنوع يدخل للقاعة اكثر من هذا العدد شكرا جزيلا نعم لا لا ما بش خلي يدخلون بابا لا لا نسوي منو استاذ لطفا حضرتك وكيل عن من؟ منتدى صدقوني عن مزهر عن مزهر والأستاذ أنت عن من؟ عن عبد الله سيدي وعن علي داية علي أي موجودين هذا هو نقرأ قرار الحكم بالنسبة للمتهمين الثلاثة قررت المحكمة خلي يوقفون اليوم وقفوا وقف حجي وقف قررت المحكمة الحكم على كل من عبد الله كاظم رويد وعلي دايح علي ومزهر عبد الله كاظم بالسجن لمدة 15 سنة لارتكاب القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا أليف وبدلالة المادة 15 أولا ثانيا وخامسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحدد العقوبة استنادا لأحكام المادة 406.1 أليف من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وصدر القرار بالاتفاق ثانيا
الحكم على المدانين مزهر عبد الله كاظم وعلي دايح علي وعبد الله كاظم رويد بالسجن لمدة 7 سنوات لارتكابهم التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 233 من قانون 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثالثا، لعدم توفر أركان جريمة الإخفاء القسري للأشخاص كجريمة ضد الإنسانية، لذا قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة للمتهمين كل من عبد الله كاظم رويد ومسر عبد الله كاظم ومحمد عزاوي علي وعلي دايح عن هذا الفعل وبراءتهم من هذه التهمة استنادا للمادة 182 باء من قانون الأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قرارا حضوريا وبالاتفاق. فقرة آخر فقرة، تنفذ العقوبة الأشد بحق أي من المحكومين استنادا إلى المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 قرارا حضوريا وباتفاق الآراء. وأفهم علنا بتاريخ هذا اليوم 5/11/2006. أخذوهم يا عبد. أنا ما فهمت كل شيء. الو 15 ما افتهمت كل شيء في المحكمة. والله حجي حقك ما سمعت أنا شيء. شو أسوي؟ نعم دقيقة. صيحوا المتهم. وكلاء المتهمين الصدر حكم عليهم بإمكانهم الخروج. صيحوا المتهم طه ياسين رمضان. المتهم طه ياسين رمضان. وكيل المتهم حاضر. من هو وكيل المتهم؟ المحكمة مهيئة للنطق بقرار الحكم. لا كن واقف، كن واقف، كن واقف. قرار الحكم. قررت المحكمة الحكم على طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة لارتكاب القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا وخامسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005
وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 406(1) أليف من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، وصدر قرار بالاتفاق. 2 أليف كما قررت المحكمة الحكم على طه ياسين رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات لارتكابه إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421(ب) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 وقرارا بالاتفاق. ب الحكم على المدان طه ياسين رمضان بالسجن 7 سنوات لارتكاب التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفق أحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. رابعا الحكم على المدان طه ياسين رمضان بالسجن 7 سنوات لارتكابه أفعال لا إنسانية أخرى كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا ياء بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 479 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. خامسا لعدم توفر أركان جريمة الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية بحق المتهم طه ياسين رمضان، قررت المحكمة براءته من هذه التهمة استنادا للمادة 182(ب) من قانون الأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا لأحكام المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. ممكن أتكلم كلمة؟ نعم يا أخي القاضي؟ نعم بس مختصرة، لأن يعني مختصرة. لا مختصرة. إذا عندك فتشي أنت يعني أمامك تميس، مدة التميس 30 يوم، أمامك مرحلة التميس، بإمكانك أن تثبت كل شيء في اللائحة التمييزية
وإحنا تلقائيا هم راح نرسل الإضبارة إلى محكمة التمييز للتدقيق بخصوص ماشي. ولكن أقول أساتذة يعني أنا أستغرب يعني لوش الجلسات المحكمة والمحكمة والشهود والشيء اللي يقدم شخص في قضية ليس له أي علاقة ثبت التهم قتل عام. من هو اللي قتل من قبل عام؟ تهمة الجريمة الإنسانية يعني قضية واضح جدا إذا كان الأمر باتجاه شخص ليس له صلة بقضية وهي قضية طبعا غير شرعية، فكيف الحال ممن كان عنده مواجم تجاه هذه القضية؟ فواضح جدا أنا أقول أمام الناس أي. أن الحكم مهيأ ليس له علاقة بكل جلسات المحكمة أي. و يعني كل الحديث اللي صار ما له علاقة بشيء اللي تكلمت به جنابك الآن. أي اتهام بقتل عمد في أي قضية في أي موضوع بإمكانك أنت مراجعة عن طريق وكيلك مراجعة قرار المحكمة ودراسة نصوص القرار ومطابقته لنصوص القوانين النافذة اللي إحنا أشرنا إليها، وبإمكانك بيان دفعات وطعونات قانونية إجرائية واقعية بالنسبة للقرار أمام محكمة التمييز. القضية أنا مو هذا قصدي، أنا قلت لك في آخر جلسة قلت اللي لفقوا هذه القصة وسووا القصة في مبركة وجابوني هنا مو من أجل الفرجة، من أجل عندهم قرار في ذهنهم هذا اللي موجود، وهذا لا يهم. أنا أعرف هذه المحكمة لا تبريني ولا تنهيني، بيد الله سبحانه وتعالى وبيد المجاهدين، والسلام عليكم. نعم من باقي هسه المتهمين؟ منو؟ صيحوا دقيقة صيحوا المتهم عواد حمد البندر. المتهم عواد حمد البندر. عليكم السلام. وكيل من ظل واقف يا بيت بس إذا تسمح لي أطلب من هيئة المحكمة قراءة لائحتي وقراءة لائحتي تحقيقا للعدالة. لا 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 ماكو شيء ماكو. خلصنا احنا ما هي اللي القرار تمام. لا 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 تسمح لي استاذ. لا ماكو 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 اسمح لي. انتهى كل شيء. اسمع اسمع قرار الحكم. اسمع قرار الحكم. كون واقف كون واقف. قرار الحكم نتيجة تدقيق أوراق القضية والمحاضر والجلسات وقررت المحكمة الحكم على المدان عواد حمد البندر بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه قتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفقاً لأحكام المادة 12 أولاً أليف ودلالة المادة 15 أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً محكمة جنائية التحقيقية العليا رقم 10 لسنة 2005 الله أكبر على المستحيل الله أكبر على العملاء الله أكبر على العملاء الله أكبر على العملاء الله أكبر على المحتلين الله أكبر على سنة 900 على الظالمين الله أكبر الله أكبر قانون الله أكبر العراقية العليا رقم 10 سنة 2005 قرارا قروريا بالاتفاق الله أكبر
الله أكبر الله أكبر المحامي الله أكبر على المستعملين الله أكبر على المحتلين الله أكبر على الملا وحولنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستاذ رؤوف سيادة القاضي يا أستاذ رؤوف إذا تسمح بس يعني مسألة إنه الجمهور يهتف نعم مسألة إنه الجمهور يهتف وين مسألة غير نعم مسألة أنا ما مد لا يهتف يعني قبل نعم. شوي هتفوا وقالوا الله أكبر إحنا مع التطبيق هو هتف الله اسمح. أكبر إذا سمح الجمهور هتف اسمح سيد يعني احنا محامين صار لنا بهالمهنه 30 سنه بلغوا يعني اي واحد من يعني اللي قاعدين فوق هذه اي حركه الصوت منهم ترى بدون حجه ادز مغفورا الى التحقيق ايا كان شخص ايا كان منزلته وشخصيته ويحسب نفسه بلغوهم شكرا صيح المتهم صدام حسين المجيد المتهم صدام حسين المجيد ظل واقف نتلو قرار الحكم ظل واقف نعم واقف نتلو قرار الحكم استمع إلى قرار المحكمة واقف اسمع القرارات اي واقفا كن واقفا لا جاعد اوقف وقفوا جاعد يا الله لا تطويدي يلا جوزوا منا لا تطويدي جوزوا منا هو واقف جوزوا منا والله يا واقف هذه فائدة حكي وياك قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 5 وحددت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق استاذ ثانيا سيادة القاضي شخص واقف هنا يعلج ويضحك هذا الشخص يعني يستفز المحامين بالطلعه بالدخل يعني يضحك وجوكم على هالصفحه هذا التقدير للمحكمه ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن اهلها بالسجن 10 سنوات وارتكاب ابعاد السكان او النقل القسري للسكان كجريمه ضد الانسانيه وفق الماده 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 في سنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باء قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة
24 من قانون المحكمة العراقية العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على الميدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقاً لأحكام المادة 12 أولاً أو بدلالة المادة 15 أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استناداً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل مقارن بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005. الله أكبر. رابعا تنفذ العقوبة الشرط بحق المدانين استنادا بحق المدانين كامل مادة 42 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1990 معدل قرارا قدوريا قابلا للتمييز وفيما بذلك اليوم اخذوا يتراجع عن ونخوكم حاشا لا تنفذوا متهم اتركونا القاعة صيحوا المتهم برزان إبراهيم المتهم برزان اسمع عاش البعث العظيم حزب القيم اسمع الحكم الصادر بحقك اسمع حتى تكون تفهم الحكم حتى تفهم شنو هالعياط لا تفضل قرار الحكم قررت المحكمة الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه قتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا أليف وبدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 على واحد أليف من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالسجن لمدة 10 سنوات لارتكابه جريمة إبعاد السكان والنقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باء من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. رابعا الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالسجن 10 سنوات لارتكابه جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا وبدلالة المادة 15
أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، أربعة لعدم توفر أركان جريمة الإخفاء القسري للأشخاص كجريمة ضد الإنسانية بحق المتهم، قررت المحكمة براءته من هذه التهمة استنادا للمادة 182 باء من قانون الأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا لأحكام المادة 124 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا حضوريا وبالاتفاق، أفهم بتاريخ 5/11/2006. بالنسبة أكو نقطة بالنسبة للمدعين بالحق المدني، يعني بالنسبة للمشتكين بالنسبة للوكلاء الحق المدني، بإمكانكم مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكليكم من جرائم المرتكبة المشار إليها. صدر هذا القرار وأفهم علنا بتاريخ 5/11/2006 المصادف 13 شوال 1427 هجرية وبالاتفاق. كما لاحظت المحكمة بالنسبة لبعض المتهمين اللي ورد أسماءهم أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة لتحريك الدعوة الجزائية وإشعار قاضي التحقيق للمحكمة الجنائية العراقية العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الواردة الاسم وهم 15 شخصا، وصدر القرار حضوريا بتأريخ اليوم وقابلا للتمييز وأفهم علنا. تم رفع الجلسة.